السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة طلبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا بكم مرة تانية مع حل تدريبات الجرامر في الدرس الأول والثاني من وحدتنا الثالثة واللي كان بيتكلم عن زمن الماضي البسيط. طبعا هنبدأ بصفحة 100. تعال نشوف نمبر 1، بيقول لي ماي جراند فاذر إيه وركينج إن 2015. طبعا السنة دي حبايبي في الماضي، وطالما جاب لي إن وسنة في الماضي يبقى ده ماضي بسيط، فلازم أقول ستوبت. ستوبت بمعنى توقف. نمبر 2 بيقول لي إيه واتش ذا فيلم يسترداي. طبعا يسترداي من علامات الماضي، واتش في المصدر يبقى النفي هنا على طول بكلمه didn't. تعال نشوف نمبر 3، بيقول لي مجدي يعقوب stopped most of his work as a surgeon along the time in. طبعا المده الزمنيه في الماضي بيجي بعدها كلمه ago، وago معناها منذ. تعال نشوف نمبر 4، بيقول لي they are the first team from Africa to win it. بيقول لي ان هم ايه؟ الفريق الاول في افريقيا يكسبها. طبعا they were يعني هما كانوا أول فريق. تاني they were the first team يعني هما كانوا أول فريق. تعال نشوف نمبر 5، بيقول لي where did your parents eh when they were young. بيقول لي هنا did أين إيه أبويك عندما كانوا صغار. طبعا طالما في did حبيبي لازم أرجع الفعل المصدر ويبقى لازم أجيب live. نمبر 6، بيقول لي إيه هاني at the party yesterday. طبعا حبيبي yesterday ما تستعجلش وتاخد did، لا هشوف الأول في فعل ولا مفيش. طب هنا في فعل؟ هتقول لي لا طبعا، فبالتالي هقول was Hani at the party yesterday. نمبر 7، بيقول لي ايه you have fun at the cinema last weekend. last weekend من علامات الماضي وعندنا فعل في المصدر يبقى على طول لازم اجيب ديت. نمبر 8، بيقول لي Inez didn't he her friends yesterday. طبعا قبل didn't حبيبي ولازم ارجع فعل المصدر ويبقى meet. تعال نشوف نمبر 9، وان عمر was 21. ان عمر كان عنده 22 سنه. a shark attacked him and he like. كل الكلام في الماضي حبيبي ولازم اقول and he lost like يعني فقد رجليه. طب تعال نشوف نمبر 10، بيقول لي my father traveled to Germany 2010 to 2020. طبعا هنا من الى، من الى حبيبي اسمها from to، اذا from 2010 to 2020. تعال نشوف الاخطاء. بيقول لي جمال not visit his uncle last week. last week من علامات الماضي وعندنا فعل في المصدر يبقى على طول لازم في هنا حبيبي كلمة didn't وتبقى didn't visit يعني لم يزور. تعال نشوف نمبر 2، بيقول لي my cousins be not at home yesterday. yesterday من علامات الماضي، ما في هنا الverb to be يعني was aware ودي جمع فتاخد were، وطبعا النفي بتاع not تبقى weren't. نمبر 3، بيقول لي Meg cuts her fingers يسترداي. يسترداي من علامات الماضي، وطبعا cut ده فعل شاذ الماضي بتاعه cut. تعال نشوف نمبر 4، بيقول لي هو وين. هو وين يعني مين اللي كسب the Africa Cup of Nations in، مديني سنة في الماضي 2018، فلازم اقول طبعا هو وان، لازم اجيب الفعل في زمن الماضي. تعال نشوف نمبر 5، بيقول لي one of the boys يعني واحد من الاولاد، خلي بالك ان ده مفرد، he absent yesterday. يسترداي من علامات الماضي absent صفة فلازم اقول was. تعال نشوف نمبر 6، بيقول لي do you stay in a hotel when you traveled to Agada. طبعا traveled في الماضي فلازم السؤال بتاعي حبايبي يبقى بديت عشان عندي فعل في المصدر. تعالوا حبايبي يلا نشوف سؤال الليسننج في التدريبات العامة اللي على الدرس الأول والتاني. بيقول لي the Egyptian handball team are heroes. they won the handball Africa Cup of Nations in Tunisia in 2020. they won the final against Tunisia 7-23. طبعا يا حبيبي السؤال الاولاني بيقول لي which sport is the text about. طبعا شكلنا شفنا ان هي عن الهاندبول. طبعا بيقول لي when did the Egyptian team win the Africa Cup of Nations in this sport. طبعا شكلنا شفنا ان هي في 2020 in 2020. تعال نشوف نمبر 3، بيقول لي which country did they play against. ما لابوس مين؟ طبعا لابوس تونيزيا، تونس. تعال نشوف نمبر 4، بيقول لي what was the score of the ماتش. طبعا حبايبي شكل ما شفنا ان السكور كان 27-23. تعالوا يلا حبايبي نشوف سؤال المحادثه. بيقول لي هاني از ريدنج ان ارتكل يعني هاني بيقرا مقاله. فعلي بيكلم هاني بيقول له وات ار يو دوينج. فاكيد طبعا هيقول له اي ام جيمين من ار يو، يبقى اي ام ريدنج يعني انا اقرا ان ارتكل يعني انا اقرا مقاله. فقال له it's about famous Egyptians like مجدي يعقوب. يبقى عايز يقول لي يعني ايه؟ هسأل بكلمة what. فعل المساعد بتاعي is، فعل بتاعي it، واجيب about يعني هي يعني ايه.
قال لي it's about famous Egyptians like مجدي يعقوب. وعايز ايه famous؟ يعني ليه هو مشهور؟ وبيسأل ليه الدكتور مجدي يعقوب مشهور؟ طبعا لان هو جراح كبير، يبقى هقول because he is a great heart surgeon. great heart surgeon حبيبي يعني جراح عظيم. فسأله سؤال لي he was born in Belbis. he was a charity. he has a charity. طبعا اكيد قال له اين ولد؟ اللي هيسأله كلمة where، فعل المساعد بتاعه was، فعل بتاعه he، تصريف التالت عندي born، يعني اين ولد؟ فقال له really I think he is a great man. طبعا هقول له sure بالتأكيد، او you are right. you are right يعني انت على صواب، it's true يعني هذا صحيح. تعالى حبيبي يلا نشوف سؤال الاختياري. بيقول له I love the cold weather because I was born in Europe. طبعا انا اتولدت في اوروبا دي قارة، فبالتالي هجيب حرف الباء. نمبر 2 بيقول لي I hope I will win the school swimming in this year. يعني بتمنى ان انا اكسب ايه السباحة، اكيد مسابقة، والمسابقة اسمها competition. تعالى نشوف نمبر 3 بيقول لي From your point of view من وجهة نظرك what a hero. طبعا عايز اقول اللي بيخلي الشخص بطل، فبالتالي هقول what makes a hero. تاني what makes a hero. تعال نشوف نمبر 4 بيقول لي a surgeon knows how to look in the body. طبعا عارفين ان الجراح بيعرف ازاي ينظر داخل الجسم، فبالتالي هحاول او يفحص الجسم من الداخل يبقى look inside. تعال نشوف نمبر 5 بيقول لي my grandfather was a he used to help poor children. يعني كان بيساعد الاطفال الايه الاطفال حبايبي الفقراء، يبقى اكيد ده charity worker. charity worker يعني عامل في جمعية خيرية. تعال نشوف حبايبي يلا السؤال السادس. بيقول لي this film is based on a real ايه. انا بقول لي هذا الفيلم مبني على كلمة based on يعني مبني على. بيقول لي real ايه؟ اكيد real events. events حبايبي معناها احداث. تعال نشوف يلا number 7 بيقول لي you mustn't take ايه without asking the doctor. لا يجب ان تاخد ايه بدون استشارة الطبيب، فاكيد طبعا medicine الدواء. قولي how did you eat when you saw the line yesterday. ما يغركش طبعا yesterday لان في ديت. طالما في ديت يبقى لازم ارجع الفعل المصدر ويبقى feel. تعال نشوف نمبر 9 بيقول Egypt's football team is the Africa Cup of Nations in 2010. طبعا اكيد ان فريق كرة القدم المصري كان في الماضي يبقى 1-1 معناها كسب. تعال نشوف نمبر 10 بيقولي your uncle born in 1961. طبعا يا حبيبي born ده تصريف ثالث خلاص، يعني ما ينفعش هنا اقول ديد لان ديد بيجي مع مصدر، فانا طبعا لازم اجيب قبل التصريف التالت ده was اول في الماضي، فهقول was your uncle. تاني was your uncle. تعال نشوف حبايبي سؤال الاخطاء بيقول لي he met Aunt Trim when he was 20 and they got married in 1983. طبعا الكلام كله في الماضي، فالمفروض ان انا هجيب مات في الماضي. تعال نشوف نمبر 2 بيقول لي the teachers be not angry yesterday because we all did our homework. بقول ان المدرسين ما كانواش غضبانين لان كلنا عملنا الواجب. طبعا هنا نفي الفيرب تو بي يعني was aware و teachers جمع، يبقى اكيد هجيب where احط وراها not يبقى weren't. نمبر 3 بيقول did Nancy spent a nice holiday. طبعا طالما جبت did يبقى لازم ارجع الفعل الاصل ويبقى لازم اقول spend. نمبر 4 بيقول my father worked last Monday it was a holiday. طبعا حبايبي ده كان يوم اجازه، وطالما يوم اجازه يبقى عمل ولا ما عملش؟ هقول له لا ما اشتغلش طبعا، فبالتالي هقول didn't work. تاني didn't work يعني ما اشتغلش. تعال نشوف حبايبي يلا التشالنجينج كويستشنز بتاعتنا. بيقول لي the Egyptian handball team was the first team from Africa in the under 19 world cup final. خلي بالكم يا اولاد انه قلت لكم لما اقول لي اول شخص قام بيه في الماضي، يعني الكلام في الماضي اهو، انا جبت زائد المصدر. طب مصر لو قال لي هو او ويتش، لو قال لي ويتش كنت قلت له ويتش وان، لكن لو قال لي ذا فيرست تيم بس وقال لي عمل ايه لازم اجيب تو زائد المصدر. تعال نشوف نمبر 2 بيقول لي ازاي موفد تو ذا بيجر فلات ا يير ايه. يعني هم انتقلوا لشقه اكبر. طبعا هنا دي مده زمنيه خلاص،
طيب المفروض ان انا عايز اجو، هنا مفيش اجو، يبقى اكيد هقول a year later. a year later يعني سنة فيما بعد او بعدها بسنة. تعال نشوف number one. بقول today the weather is nice but yesterday it ايه. خلي بالك بقول لي النهاردة الطقس جيد لكن امبارح اكيد ما كانش جيد، يبقى it wasn't مش was. تعال نشوف number two. بقول لي the news ايه very bad a week ago. طبعا عايز اقول ان الاخبار كانت سيئة من اسبوع. طبعا اجود من علامات الماضي عايز فيرب تو بي. خلي بالك النيوز ده شكل ما قلنا اسم لا يعد، فاذا ياخد فعل مفرد مش جامد، فهقول was very bad. تاني was very bad. Thank you very much for watching but don't forget like share subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش اشتركت في القناه اشترك بسرعه، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جايه ان شاء الله. واستنونا في الحلقه الجايه مع شرح وحل تدريبات الدرس الثالث والرابع في الوحده الثالثه. شارك لكل زمانك عشان الكل يستفيد. جود باي. السلام عليكم.